واحنا عايزين نطل مع حضرتك طله على الكاس الغالي. يعني احنا معانا على التليفون الزميله العزيزه سالا حامد، مظبوط كده، ومعاها سياده العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي. لا احنا هنروح نشوفها دلوقتي، معاها سياده العميد محمد مرجان، وهي يعني معاهم الكاس وفي لقاء كده هي هتجريه، ونسمع كده سياده العميد بيقول ايه. اتفضلي يا سالا، صباح الخير عليكم. من جديد برحب بيك يا نهاوند، وبرحب بيك يا كريم، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني معي في هذه اللحظات السيد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا سياده العميد، في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومليون مبروك فوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه التاسعه في تاريخه. يعني شفنا امبارح اعضاء النادي الاهلي كانوا متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكان الكل بيحتفل مع اللاعبين والجهاز الفني، ويعني كان في امبارح احتفاليه بسيطه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين. يعني كلمني ازاي تم تنظيم الاحتفاليه دي. اولا بنبارك تاني النادي الاهلي وجمهوره واعضاء جمعيه عموميه، بنبارك لكم شباب النادي الاهلي. ولازم اقول ان انا سعيد جدا جدا اللي انا مع يعني بنت من بناتي في النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. وسعيد اللي انا شايف شباب هم اللي هيشيلوا النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ودي رساله برضو بتاعت كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته اللي ولادنا ازاي هيكملوا، هي دي الاجيال. فطبعا انا اولا بهنيكم اللي انتوا عاملين جهد جامد في الفترة اللي فاتت، وبيضغطوا أحداث كويس مع كريم ومع نهاوند، ودي حاجة كويسة جدا. حاجة تانية طبعا الاحتفالية بتاعت امبارح، انتوا كلنا عارفين، ويمكن الكابتن قال امبارح احنا مش بنفرح قوي قوي عشان ما نزعلش، وفي نفس الوقت عندنا شغل كتير جدا جدا، فده قدر النادي الأهلي. امبارح صفحة الاحتفالات اتقفلت مبدئيا، لأن عندنا سوبر إن شاء الله أفريقي، وعندنا كأس مصر خلاص، عندنا ماتش يوم الثلاث إن شاء الله. حتى الفرقة تاني يوم امبارح كانت بتتمرن، ده قدرنا. حمل النادي الاهلي كبير جدا، اسعاد جماهيره مسؤوليه كبيره جدا جدا، فان شاء الله باذن الله. امبارح كانت الفكره كلها اللي احنا عايزين نعمل حاجه بسرعه، فاحتفلنا بيه، عايزين نفرح اعضاء الجمعيه العموميه، عايزين نفرح الجماهير، عايزين نفرح لاعبتنا اللي بذلوا مجهود ضغط غير عادي، عايزين نفرح مجلس ادارتنا اللي استحملوا كتير قوي الثلاث سنين اللي فاتوا، الاداره التنفيذيه كله العاملين بالموظفين. بص شوف ما فيش حد ما شاركش في البطوله الغاليه دي، فعشان كده احنا قلنا نعمل حاجه يعني سريعه. انا اتمنى اللي هي تكون يعني نالت اعجاب الناس، او قدرنا نعمل حاجه بسيطه لغايه بقى ان شاء الله باذن الله يبقى في ترتيبات تانية. احنا بنجهز دلوقتي احتفاليه نادي القرن ان شاء الله باذن الله بالتعاون مع شركه بريزنتيشن، وهي شريك اساسي للنادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه بس ربنا يكرمنا الاول في الكاس والسوبر الافريقي ويحلها ربنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب محمد بيكلمني عن اخر تطورات النادي الاهلي في جميع فروع النادي الاهلي، يعني فرع الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. هو الحمد لله احنا شغالين برضو زي ما بقالنا ثلاث سنين، والحمد لله يعني تيم البوابه والاسوار في الجزيره انتهت بنسبه 70%، ناقص البوابه ان شاء الله باذن الله، بوابه الشهداء وبوابه المعلمين ان شاء الله، وخلاص يعني هنبدا فيها على طول. المدرج غرف اللبس سواء قطاع كره القدم، قريب ان شاء الله نفتتح القطاع الالعاب الجماعيه الباسكت والطايره وكره اليد، صاله الكاراتيه. الحمد لله بالنسبه للجزيره احنا شغالين فيها تطوير البنيه التحتيه. بالنسبه لمدينه نصر احنا شغالين في الجراج ان شاء الله، واحنا يمكن كابتن محمود جاي دلوقتي عنده اجتماع مع الكوره والاداره الماليه، وبعد كده هنطلع نشوف ارض التجمع الخامس، وبعد كده هنشوف الجراج في مدينه نصر، ونشوف بيت الاعمال في مدينه نصر. الشيخ زايد نفس القصه، احنا واخدين ميعاد شهر 2 اللي احنا هنفتتح مجمع الصالات ومناطق جلوس الاعضاء هناك، فيعني كله ورا بعض مفيش وقت. بس هو الواحد بيبقى سعيد اللي هو بيخدم بيته وبيخدم النادي الاهلي، وبيبقى سعيد اكتر لما بيشوفكم انتوا بقى. يعني هي البطوله دي الجميل فيها اللي هي مش بطوله مش رياضه بس، ده بطوله فيها يعني اخلاق انتصرت فيها، مبادئ انتصرت فيها، رساله لشبابنا، رساله لاولادنا، مش كل حاجه لازم تلتزموا بالقانون، تلتزموا باللوائح، تلتزموا باخلاقكم. ممكن صعب هتستحملوا كتير، احنا استحملنا كتير، فانت ده دوركم، لازم عشان صاحب الحق لازم يستحمل لغايه ما يجيب حقه، بس باحترام القانون بالالتزام. هي دي كان رساله البطوله، مش كوره ومش رياضه بس، هي كانت يمكن حلم وحلم جماهير بقى لها 7 سنين، يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد يعني يكرم النادي الاهلي وجمهوره ويكرم مصر كلها. احنا شفنا مباراه قويه بين فرقتين اقوى جدا، نادي الاهلي ونادي الزمالك، مباراه فوق الرائعه لغايه اخر لحظه، محدش متوقع النتيجه. الفريق اللي كسب بنقول له مبروك، الفريق اللي خسر بنقول له هارد لك، وبنكمل تاني. هذه الرياضه لازم لاعبتنا يبقى عندهم كده، النادي الاهلي متمسك بده، النادي الاهلي بيحاسب نفسه قبل ما اي حد يحاسبه، لو لعيب غلط
ناخد ضده اجراء، لو جهاز، لو اداره، لو اداره تنفيذيه، كله بيحاسب نفسه مجلس اداره قبل ما حد. قلنا كان ده قبل كده، احنا بنحاسب نفسنا قبل ما حد يحاسبنا. ارجو بقى نبدا هذه الخطوه، يعني انا يمكن يوم ليله الماتش قلت دي بدايه جديده للرياضه المصريه، بدايه جديده لعوده الاخلاق تاني مره تانية. خلاص بقى مش عايزين نعكر صفو الرياضه، الرياضه ليها دور اساسي، دور ازاي نربي جيل يطلع يدافع عن بلده، يطلع يحمي بلده، يطلع بيحب بلده، عنده انتماء، بيحب كادته السياسيه، بيحب مؤسساته اللي شغاله، ما عندوش احباط. الصوت العالي ده بيجيب احباط، فهو ده ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا. عايزين بنتعاون، كل الناس تتعاون عشان نكمل مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. طب محمد بيه، بعد فوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه للمره التاسعه في تاريخه، كلمني عن اهميه البطوله ويعني اخر اخبار بقى للفريق الاول لكره القدم يعني الفتره الجايه بقى ان شاء الله. يعني شوف بتقولي محمد بيه دي، انا صاله بنتي يعني ما ينفعش برضه سعيد. ده شغلكم كلكم على فكره، ده شغل بس حاجه كويسه. يعني كره القدم عندهم ان شاء الله زي ما قلت، عندهم الماتش بتاع يوم الثلاث مع الاتحاد وفريق قوي ان شاء الله باذن الله. هم ابتدوا على طول امبارح، نزلوا اتمرنوا، النهارده هيتمرنوا، بعد كده يخشوا على معسكر مغلق، المباراه في السويس، نجهز ان شاء الله باذن الله نعدي المباراه. عندنا يا رب يا رب ان شاء الله نوصل لنهائي كاس مصر باذن الله، وبعد كده عندنا سوبر الافريقي وهنبدا مشوار الدوري. يعني الحمد لله الناس شغاله على طول، يعني الحمد لله. محمد بيه بشكرك جدا يعني على اللقاء ده، وانا كنت سعيده جدا انا مع حضرتك. ده كان لقاءنا هنا هواند مع محمد بيه المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والان العوده للاستوديو. يعني تحياتنا لسياده العميد مني انا وكريم وصليها له وكابتن فتحي طبعا، واحنا بنبقى سعداء دايما لان سياده العميد من الناس اللي حريصه جدا على مشاهده 10 الصبح في الاهلي ودايما بيشجعنا، فتحياتي ليك. وبنشكرك كمان يا سالة على اللقاء الجميل ده والكاس وراكي. كان نفسي على فكره هجيلك اتصور معاه والله ان شاء الله.